بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي موقع ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. طبعا احنا بنقدم لحضراتكم كل ما لذ وطاب من اكلات رمضان، واحدهم المخلل. المخلل بيتصنع هنا، بيتعمل هنا المكنه دي. الله 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 يا الله سبحانك يا رب. طبعا حاجه جميله جدا اللي هنا بقى بيتصنع المخلل، وهنا بقى بيتروى عليه. هنا تحريشه اكله المصريين موجوده، هنا تحريشه اكله سفره، والاسعار لا تقبل المنافسه. الله 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 الله، 150 مره. شوفوا التفاصيل، شوفوا الجمال. هنا بقول لحضراتكم الحاجات هنا، طبعا انا شايف نظافه، وشايف الحاجه بتتغسل 3 4 15 20 مره قبل الرش وبعد. ايه حكايه الحضر اللي مكسر الدنيا هنا؟ ايه حكايه الحضر وتفاصيله؟ الحضر يا جماعه ساب الكوره وبقى بتاع مخلل، هنا قالب الدنيا في القليوبيه. نشوف التفاصيل ونعرفها ايه، ونقول لحضراتكم ايه قصه بياع المخلل الجميل اللي كل الناس بتحبه هنا، وكمان المكنه الحلوه اللي قدام حضراتكم دي اللي بتصنع يعني اطنان من اطنان مؤلفه من المخلل خلال الدقيقه واحده. هل هي بتاعت مخلل بس؟ سين رقم واحد. رقم اتنين، هل هي جزر ومخلل وكله ولا ايه الحكاية؟ تعالوا نعرف التفاصيل. 50 سنة الراجل ده بيعمل الشغلانة دي، ابا عن جد وجدا، ومن بعده الوالد وبعده هو، اخواته كلهم مشغلهم في نفس القصة ومعاه في نفس التفاصيل. الله الله الله، بصوا شوفوا 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 يا حضري، مساء الورد عليك. عامل ايه يا حضري؟ ايه الاخبار؟ كله كويس الحمد لله. ايه بقى حكايه المكنه؟ لا خليك زي ما انت، خليك زي ما انت. هو يقف ايه حكايه المكنه بقى؟ لا دي مكنه. ايه قصتك مع المخلل انت؟ لا دي مكنه ايه؟ دي مكنه تقطيع جزر ولفت. جزر ولفت تمام، جزر ولفت بس. شغال بقى كام سنه شغال في المهنه هنا؟ انا كنت شغال مع خالي وهو اللي معلمني. هو اللي معلمك؟ اه. قول لي بقى الاسرار التي يعني الاسرار اللي انت بتعملها تطلع الحاجه طعمها حلو وشيك كده. زي ما حضرتك شايف ده 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 لفت تمام؟ ده لفت ياباني مش بلدي، اللفت البلدي بتاعنا احنا ما ينفعش في لفت ياباني الخزين. اه لفت لا ده سر احنا ما نعرفوش. في يعني ايه لفت ياباني؟ في الترشاجيه زمان كانوا بيشتغلوا بلفت ترشاجيه. اه بيشتغلوا بلفت بلدي عادي، لان ما كانش لسه طلع التقاوي. مع التطور والكلام ده كله اللفت البلدي اصلا يعني ان هو يستحمل في الخزين او يقعد شويه فتره كبيره. ما بيقعدش، ما بقاش موجود، ما بيقعدش، هو ما بيستحملش، بيمور. فاضطر يبقى فيها جين والكلام ده كله. فابتدى اللفت الياباني واللفت العراقي. اللفت الياباني ده اللي هو اقوى صلابه. ايه السر يا حضري؟ اقوى صلابه فيه. الله الله، ده اقوى صلابه فيه. في حاجه احكامها اكتر. السر يا حضري؟ سر في ايه؟ وبعدين ايه قصه الحضري دي؟ هو انا اسمي حسن الحضري، انا من عيله الحضري. يا بنت حسن الحضري وقد الدنيا. بس الناس بتقول بقى ساب ايه؟ ساب الكوره وبقى شغال دلوقتي بالمخلل. لا لا لا، هو انا لقب، انا من عيله الحضري. ما شاء الله. اسمي حسن الحضري تمام؟ اللفت دوت ده بيستحمل في الخزين، بيقرقش اكتر. تمام. شغله في الطعم يعني كنكهه اعلى. فابتدينا نلجا ليه على طول. يعني بتعملها ازاي بقى؟ ده اللفت ده بينزل من العربيه، بنبتدي نغسله تمام، مرحله غسيل مره واثنين في الحوض اللي حضرتك شايفه دول. تمام. ده حوض غسيل. ده حوض غسيل. خلينا انا من مكاني كده عشان الشبكه. ده حوض غسيل. ده حوض الغسيل ده. ده حوض غسيل للسرع اللي نازل من على العربيه. أيوه. تمام. بيتغسل مره واثنين وثلاثه. وبنبتدي ان احنا ننضفه على النحاسه من تحت زي ما حضرتك شايف كده. زي ما حضرتك شايف كده. النظافه عامله ازاي؟ النظافه من تحت حاجه جميله قوي 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 قوي. اللي افتكر على كده انت كبائع او كصاحب يعني هو هنا معملي صغير يعني على معمل على قد محندق كده الحمد لله. على قدك بس انا بتكلم انك بتبيع زي الناس بقى يعني في الاسعار والكلام ده كله. ما بين يعني زي ما السوق ماشي احنا بنشتغل. بس يعني زي ما السوق انك انت حاجه جمله عندك. زي ما السوق ماشي احنا بنشتغل يعني ما بنأثرش مع حد في حاجه. وبنبيع باي اسعار، وبنبيع برضو للمطاعم للمحلات الكلام ده كله. المكنه دي بتبقى خطر؟ لا لا لا، معلش في السؤال انا اسف. متأمنه؟ لا متأمنه متأمنه. لازم اي حاجه داخلها كهرباء في الخطوط. بس هي احنا مأمنينها موتور، مأمنين الموتور بعدينه عن الجسم المكنه. ثانيا
ثانيا المكنه واخده ارضي عشان لو اي كهرباء زياده عليها بتصرف بيها. تمام الحمد لله المكنه كويسه، هي بتعمل لها في الساعه حوالي طن او طن في الساعه. طن في الساعه تفرم طن في الساعه. بتعمل 5 براميل في الساعه ما شاء الله. هو البرميل ده 200 كيلو بتفرم 5 ده 200 كيلو تعمل 5 تعمل في الساعه الواحده. وفي منها مكعبات فيها ايه بقى السر؟ هات المايك. ما هو السر اللي خلاك تبقى امبراطور المخلل هنا؟ لا الحمد لله هو الناس بتقول كده فضل ربنا طبعا. انت بتسمعك حلو والله. فضل ربنا طبعا والله على ربنا يرزقك حبيبي. لا بس الناس اللي مسميك امبراطور المخلل ليه؟ لا هو فضل ربنا في سر. فضل ربنا والله. هو فضل ونظافه ان احنا بننظف حاجتنا. بنخاف على الحاجه يعني احنا بناكل من الحاجه دي يعني احنا بناكل من طبعا يعني بيتك واهل بيتك. ايوه بناكل منها بناكل منها طبعا ما شاء الله عليك. بناكل منها واغلبيه زباينا الحمد لله ناس كويسه جدا وبتفهم في الاكل يعني عارفه يعني ايه بتاكل مخلل او عارفه الكلام ده كله يعني عارفه طعمه. لا 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 حتى يعني كان في زمان افكار كده عند الناس كانت وحشه قوي. ايوه والناس كانت بس لا لا ما فيش الحاجات دي مش موجوده خالص. احنا في المعمل اهو. ايه سر حب الناس للحضر وامتى بدات بالشغل بالله؟ انا بادئ لوحدي بقى لي حوالي 5-6 سنين. تمام السر في ان احنا بنراعي الناس. اللي عايز بجنيه بنديله، اللي معهوش بنديله. استنى بقى ده بيتكسر هو بيقطعها بالمشط اليدوي عشان هي كبيره على الادوس. هي كبيره على الادوس. طب لا معلش كده دي كبيره على الادوس. عايزين واحده كبيره كده ونشوف ندخل ده في اكبر من كده في بيوصل ل 8 كيلو. ورينا كده تدخل ازاي دي كده صعبه. لازم تعمل ايه؟ لازم نكسر. اوري الناس كده عشان اللي هيفتح حاجه وبتاع. في تقطيع يدوي برضه انا ممكن اوري حضرتك برضه تقطيع اليدوي. جميل في تقطيع يدوي كده تدخل صح. يا بخش يا ليها حجم معين. ما شاء الله عليك. في تقطيع يدوي. من امتى وانت شغال في المهنه؟ كام سنه يعني؟ انا وانا شغال في المهنه انا من وانا عندي 10 سنين. 10 سنين تمام. من وانا في عمر 10 سنين يعني بقالي كده النهارده حوالي 21 سنه بس لوحدي بقالي 6 سنين. انا اصلا مهندس مساحه. لا انت مهندس ولا بتعمل ايه؟ لا انا مهندس مساحه. انا اسال ده الراجل اللي يبقى دكتور مثلا صح؟ انت مهندس مساحه مظبوط صح؟ هيبقى دكتور. ما هو دكتور. ما انا خلاص دكتور بس هو لازم نشتغل كده. لازم نشتغل لازم المرياله ولازم البلطو في مرياله كمان يعني لازم المرايل ولازم الحاجات دي كلها. ما شاء الله. طبعا انت كده خلصت كده احنا قطعنا قطعنا الكميه مثلا. ده بقى بيتعمل فيه ايه تاني؟ ده كده بيخش على مرحله غسيل. دي غسيل تاني؟ طبعا. انت لسه غسله في البرنيل؟ لا بيتغسل بقى من الملح اللي كان فيه. ما هو بينزل بعد ما ينزل على العربيه ما كملتلكش انا. ايوه بيخش على مرحلة ملح أولى ومرحلة ملح تانية بعدين مرحلة خزين يعني غزين وبعد كده مرحلة ملح أولى ملح أولى وملح تانية وبعد كده خزين. بس في ناس بقى بتخلل بمحلول قديم والكلام ده. لا احنا بنجفف. لا لا احنا بنجفف. أكلة حلوة في رمضان. احنا بنجفف يعني منها. يعني حضرتك لو احنا هنا اهو يعني في مثلا خيار زي ده كده وريني بنجففه بملح زي ما انت حضرتك شايف. اللهم صل على النبي. ده احنا لسه كنا من انت جاي. الله اكبر. ايه الحلاوة دي؟ انا صايمين يا عم وعايز ادوق والله العظيم. انت ايه ده بتخلي الخير ازاي؟ هو لسه. طب ست البيت يا اخي. لا ما فيش ست البيت انصحها لك كلمه كده ولا حاجه؟ لا يعني احنا البيت بحاجة. ما كل التخليل بتاعنا كله فاطمي ما ملوش ميه وملح. طب استنى النبي عشان في ناس في واحده اسمها استاذه فيفي هنا بتشوفك. قول لها تعمل ازاي المخلل في البيت. ما هو كل حاجه هي عايزه تعمل ايه؟ عايزه الستات تعمل الستات بتطلع بسبب المخلل الجزر واللفت. هم ميه وملح وبيشتغلوا ميه وملح. في حاجه في النص كده. ما هو كل واحد بقى يعني ايه مثلا. لا ما تديش السر يا عم. لا مش سر. معلومات عامه كده. لا مش سر. بما انك امبراطور المخلل هنا. بتجيب اللفت وبتجيب الجزر هي بتقطعه في البيت بيدوا له ميه وملح. على عكسنا احنا لازم نزود الملح سنه عشان يقدر يحفظ في البرميل. يعني سر ان هو يتحفظ في البرميل خزين ملح. الملح ده هو حياه اي حاجه. لو تخلل كتير ولا تخلل لو احنا عشان بنخلل كميه هي هتخلل حاجه بسيطه وتاكلها على طول. فميه وملح بسيطه وبعد كده بتغسلها وبعد كده بتبتدي ان هي مثلا تحط لها بقى محلول الخل بس خل خام. ايوه وتشد الخل شويه بيبقى طعمه جميل يعني. الخيار سهل جدا ما فيهوش ما شاء الله عليك. ما شاء الله الخيار ميه وملح برده ثاني يوم تاكله. ميه وملح مش لنا كده بيه. ميه وملح ورينا كده بيه. طلع لنا يا دكتور. لابس البلطو الابيض حاجه في منتهى النظافه والله العظيم. طلع كده.